شوف شلون نط، شوف شلون نط اصلا. ها تقدر ما يموت ذا. يخرب بيتك يا شيخ، الله يقطع ذا الذيل. قطو ذا، هذا الكهف اللي قبل كنت عنده انا. اي والله هو ولا واحد ثاني ما ادري. تعظ يا كلب، قبل شي وداني لعياله. يمكن ورا عينه هنا. الحين اتوقع يمديني. ايه الحين يمدي. لا هذا الكهف اللي جيته قبل، هذا متأكد. يوجد اثر هنا. تعالوا هنا جدا. هنا جدا صح؟ مهترئ. بنشوف. نادية، هي اسمها نادية ولا دانية ولا. كانت جدة ضايع. لارا، لقد وجدت لاسلكيا مع احد الغزاة الذين قتلتهم، ايمكنك سماعي؟ ايه سمعت. بكل وضوح. يمكنني مراقبة موجات اتصالهم من هنا بينما اضمد نفسي، ساخبرك حال وجود شيء مهم. الجد، الجد وينه؟ يا ساتر شكلي بلقى جدة خلاص. تك تك تك، ريح 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 روق. ممتاز. طيب خلونا نطلع من المخيم ونشوف لنا ونشوف جد البنت. ما الذي تستطيعين اخباري به عن وادي الشر نادية؟ يتجنب ذلك المكان، وقد فعلوا ذلك لقرون. حين كان السوفيتيون هنا حاولوا بناء قاعدة في الوادي، لكنهم اغضبوا بابا ياغا وقد قادتهم جميعا للجنون. حكى لي جدي عنها، انها تعيش في منزل سحري يسير بارجل طائر. اتصدقين كل هذا؟ المنزل ذو ارجل الطائر. شو التخريف ذي؟ سحبت عليها ولا ردت عليها؟ قلت تصدقين ولا ردت عليها؟ بثبات. واضح الثبات. بثبات. يا سلام. ننزل 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 ننزل، نجينا نجينا، توقع طالع. صوت الرب. لارا انتظري، انني التقط ارسالا، عليك سماع هذا. شنو؟ المراقبة تحول، نحتاج لإخراج فوري. يا ساتر. طاحت الخبلة. ما هذا ولكن؟ يا ساتر بغيت أطير. يسير كيف يمكن؟ هذا والله شكله جد. ها؟ ثمه شيء يجري هناك، ايا كان سنعرف سر ذلك. راح اعرف السر الحين، بدخل الكهف واشوف السالفه. الله يستر من هذا الكهف، والله انه يروع. خفت؟ شف. لا حاجه لدخول المعبد القديم، اذهبي الى الممشى الموازي للجرف، ثمه حبل يؤدي اليه، هذا الطريق سياخذك للوادي مباشره. يعني ما اروح لهذا؟ ليش ما تبيني اروح؟ ما هذا الصوت؟ أبى أشوف المعبد يا أخي. ليش تقول لا حاجة؟ لا لا حاجتين مو حاجة واحدة. هي تمشيني على كيفها. بس هذا شكله مهمة جانبية زي ما تقولون يعني. إيش فايدتها عبد الله؟ هذه فايدتها تعطيك خبرات وتعطيك أشياء يعني جميلة. تباً، الثقل الموازن عالق. الثقل الموازن عالق. شفت يا عبد الله بتاخذ منك وقت وانت جالس هنا. والله بيني وبينك والله تاخذ وقت. كان ذلك ضريحا ما، جاء الحجاج الى هنا من دون هذا.
راح فوق قلت لي. خلاص انا حطيته في راسي. يا جماعة مهمة جانبية ولا ما هي مهمة جانبية؟ خلاص ابيها. كيفي ماني. ترك عنك يا ولد العلوم هذه. ليش الصوت يوقف شوي كذا بعدين؟ ايش حقه؟ ما يستر هذا لا يأثر على التسجيل بس. يقولون إن المرأة لا ينسى أول مرة يسمع فيها الصوت. أحضرني. صح. طيب الحين شلون؟ سألتوني شلون؟ شفتوا شلون يا جماعة الخير؟ طيب انت الحين ايش بتسوي؟ والله سوات ربك. ما ادري ايش اسوي. ربما يمكنني ارجحتها بطريقه ما. صبور صبور. نعم نعمين. افضل. ايش استانست ما تلاحظون؟ من الحين افضل. المستوى هذا ممتاز. يلا لابد ان هناك شيئا لم انتبه له. ربما يمكنني ارجحتها بطريقه ما. ايوه يا سلام. يلا الحين يلا روحي. صح. والان فلنفتح الباب. حركه بايخه ادري. ضيع وقت. اخر شيء عشان تفتح الباب. الحين يفتح الباب. كانت مدقره اللي هناك. خله ما يفتح. يمكن في شيء نشتر راكب. يا اخي انا ترى احب استكشف. يا الله وش هذا؟ بريد. غير معقول. انه تشكيل طبيعي. في منه فائده. طيب عسى منك فائده بس. فائدتين مو فائده واحده. مخطوطة يا حبيبي. سلسلة من التأملات عن قوة الإرادة. ها تم إتقان مهارة القوة الداخلية. شفت بلاش. شفت ستتجدد الطاقة تلقائيا. شفت شلون القوة الداخلية تقول لي مو ما لها فايدة. فايدتين يا حبيبي. تعلم. سالفت انك روح بخليها مهمة جانبية. لا حبيبي بسم الله عليك. فكروا دائما بالشيء اللي من مصلحتك. وادي الشر ليس بعيدا الان. خلاص انطمي. بعد الممشى الخشبي الموازي للجرف. خلاص انطمي. اتقنت القوة الداخلية تتجدد الصحة تلقائيا. تبدو هذه قطع رايات ملابس تق. وادي الشر الله يستر. من اسمي روع اصلا. لو قالوا لك وادي الخيرات تستانس. الله وادي الخير هذا كله اللي فيه خير. اما وادي الشر يا ساتر. طيب شلون الحين؟ لازم تركد كذي. ثمة معسكر صغير هنا. يعني ما يبقى. أن جدي قطع هذه المسافة كنت تدخلين الوادي. والله جده كان عنده صاج هنا. كان يخبز هنا يا ولد. صح ولا لا؟ جده شقردي جده. بس إن شاء الله بنحصل الحين هنا. أقعد نسولف معه. فاس شكل جده هنا يا حبيبي. قربنا من جدها.
مطاردة الجد، البحث في وادي الشر عن جد نادية. نادية إن شاء الله بحصل جدت. نادية، أظنني وجدت وادي الشر الذي تتحدثين عنه. لا أدري إن كانت بابا ياغا، ولكن ثمة شيء ما هنا. بابا ياغا كان اسم الإضافة. هذه منطقتها. بابا ياغا أذكر إضافة تكلم عنها يوسف قبل، قال إنه بيلعبها. يا حفيدتي، الآن أنت تعرفين أنني ذاهب إلى الوادي لأقتل الساحرة بابا ياغا. لقد ذهبت سعيا للانتقام لجدتك. ثمة أشخاص جدد أتوا إلى وادينا، رجال مسلحون في مروحيات، لا أعرف ماذا يريدون، لكنني أعرف أنني إن كنت سأذهب فهذه هي فرصتي الأخيرة. تستحقين معرفة الحقيقة، معرفة السبب. جدك ليس رجلا حكيما، لقد صرت بالعمل المضني رجلا صالحا من أجل جدتك، لكنني لم أكن كذلك دائما. لقد جئت من الغرب حيث تحوي القرى الصغيرة آلاف الناس. لقد كنت شابا كسولا، وقد حلمت بالحياة السهلة حين انضممت للحزب. مكتب مريح في مدينة كبيرة، لكنهم أرسلوني إلى هنا، إلى أقاصي الأرض لأراقب رجالا ونساء يعملون ويتضورون جوعا ويموتون لأشارك في عقابهم. علمت أن ذلك شر، لكني لم أعرف كيف أواجهه حتى قابلتها. خلاص أنا عرفت. الحين الجد يرسل الحفيد رسالة يقول أنا رايح أنتقم لجدتك اللي جدتها شكلها ميتة من الساحرة بابا ياغا، فرايح ينتقم، رايح الوادي الشر بخربها العود. ولد، فالعود مخربة، قال أنا يا الساحرة، فما ندري عنه، ما ندري صار عليه. احنا الحين جالسين ندور عليه في وادي الشر. الوادي يروع يا جماعة، خلونا نتكي عند الوادي يروع. هذا أقوى مسدس، ما أدري أحس إنه أقوى. يلا يلا عبد الله خل عنك هذا، روح الجدة. يلا روح الجدة، جاني فضول أصلا بشوف جدة. أول تواصل مع العجوز من السكان الأصليين كان في 7 صباحا. في البداية اعتقدنا أنه كان مشاركا في الهجوم على المنشأة، لكنه أكمل طريقه عبر واد غير مكتشف. لقد حصلنا على تصريح بتتبعه من على بعد، وبالفعل قابلنا أطلالا وعلى ما هيك طعل أطلال يا شيخ. سمعت كلمة الأطلال ولا تشاءم أطلال توم براجل. أوف 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 أوف. ثمة نوع من حبوب اللقاح المعلقة في الهواء. يا ساتر، ماذا قلتي؟ لا يمكنني فهمك. ثمة خطب ما، رأسي يدور و... لقد فات الأوان. يا ليل الليل، دخلنا عند الساحرة. لابد من أنه حلم غير حقيقي، غير ممكن. يا ساتر يطلعون فيني، دخلت أنا في وادي الساحرة أصلا. الله يستر، والله يستر. استمري في التحرك. هذا الجد أبي؟ لا أبوها؟ هذا مستحيل. إيش دخل أبوه هنا؟ مهلا. أنا قريب يا وينك؟ مهلا، أين أنا؟ إلى أي مسافة يمتد هذا الطريق؟ أبوها، أبوها جالسة تشوف أبوها. وقف وقف، هذا ليس حقيقيا، ليس هو. والله ما أدري. توقف يا ساتر. شو السالفة؟ علي الخروج من هنا. الله يقطعهم يا شيخ. أود المغادرة فحسب. شو السالفة يا ولد؟ لا يا ولد، اللعبة صارت تخوف. لا هذا ليس. وبعدين مع الكهف هذا. من أنت؟ لماذا تفعلين هذا؟ كفى، تبا لك، كفى. بالنسبة لي أبي، لا لا تفعلها. يوم 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 ستر أبي، ستر. من أنت؟ تعالي انظري. الله يقطع الساحرة دي، ساحرة. بس أبوها شفي وجهه كذا يا ولد.
ها؟ البيت يمشي. هذا غير ممكن. إنها مجرد أسطورة. إي والله شو السالفة؟ وش السالفة يا ولد؟ يا كلبة يا ساحرة. أوف 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 أوف. أما تواجه مع الساحرة. واجه مع الساحرة. يا ولد. يا الساحرة يا بنت الكلب. حاطة الذيابة ها؟ تراهم الذيابة. عرفهم من الذيابة. الذيابة يا حبيبي. شش. قلع انقلع يا ذيب. اح. ايوه. انا كاني شفت سلاح هناك. خوذي يا ماما. ماما خوذي ماما. الصوت يقطع يا حبيبي. انا بروح. الله يقطعهم يا شيخ. متى يخلصون؟ كارزو شو قتلا؟ لا هذا يا ربي لا. يا ربي لا. هذه الساحرة شفتوها؟ تعال والدك ينتظر. غير حقيقي. لا. أحسن شيء إنها تكذب الموضوع، تقول غيره حقيقي، يعني مكذب السالفة. الله يقطع الساحر يا شيخ يقطع. شو السالفة؟ لارا هل تسمعينني؟ هل أنت هناك؟ أجل. سحر الله يكفينا شر السحر. بدأت تفعلين ومن ثم قلت شيئا عن الزهور وحبوب اللقاح ومن ثم لا شيء. ظننت الساحرة قتلتك. أظنني كنت أهلوس. أوه رب أمل ذلك. تهلوسين؟ لا والله مي هلاوس. ثمة زهرة بالوادي قد تسبب ذلك، لكن تأثيرها ضعيف. شفت الساحرة قبل شوي سوت؟ فكرة ما هذا المكان. شفت سوت الساحرة؟ قنوات وأنابيب سوفيتية من منظرها. لابد أنها القاعدة التي بناها السوفيتيون لدراسة الأطلال. كانت جدتي عالمة وقد أتوا بها إلى هنا للمساعدة في بحثهم. وقتلوها صح؟ كانت تلك آخر مرة رأها جدي فيها. عشان كده راح ينتقل. لم ينجو سوى ضابط واحد خرج بعدها بأسابيع. قال إن الساحرة جعلتهم يفعلون أمورا. ساحرة بنت الكلب. جعلتهم يفعلون أمورا. يعني ساحر إيش تتوقع؟ أسحر الأولي والثاني. مؤخرا يبني فوق الأطلال. الأطلال؟ ماذا ترين؟ نوع من محطات التقطير، رائحتها كالورود. تبا بالطبع إنها تنقح حبوب اللقاح تجعلها سلاحا. لا سحر هنا نادية، فقط شخص ماهر للغاية. لكن مهلا، لو كانت شخصا عاديا أما كانت حبوب اللقاح ستؤثر فيها كذلك؟ سوينا. إن أمكنها مقاومة التأثير بشكل ما فكذلك يمكننا. كذا. انا اقول لكم ايش اسوي. يمكن اربطه في الباب وهذا يجر الباب. ترى غلط. يا ماما يا شاطره يا حلوه يا تعال هنا. هنا عفوا. يلا تله. بعدين طيب.
بس حد فهم حاجة. بس عرفت. بعدين اجي هنا لين اشوفه صار اقوى شيء. اديله ايش عبالك؟ عبالك ما عارف ساحرة بابا ياقر. الله يلعن هالساحرة ملعونة. الجد بنحصله ولا خلاص راح؟ شكل الجد ودع الملاعب. لقد مضت أسابيع منذ أخرجني هؤلاء. لقد وجدت شيئا. أحد السجناء دون تركيبة قد تبطل تأثير حبوب اللقاح. لابد أنها من جدتي. الساحرة قتلتها والآن ستساعد في إنقاذ جدي كما يروي في إحدى قصصه. ناديا تحلي بالإيمان لارا. عودي للمنشأة السوفيتية حيث تقابلنا. سأساعدك على إيجاد ما تحتاجينه. يا ليل جد هذا شكلي مطول أنا وجدها. ترى ماني فاضي لجدك. أنا جيت هنا ولا لا؟ دقيقة من هنا حبيبي. أنا أصلا جيت من هنا. نضحك على بعض حنا. أنا جاي من هنا. لا. شفت؟ لم يسوي حظ. أنا جاي من هنا. أنا قاعد نقص على بعض حنا. لما لقينا جد هنا. الحين ليش ارجع؟ ليش قالت لي ارجع؟ اخي ما ادري هذه من المهمة الاصلية ولا لا؟ لا كذا ما اقدر ارجع ترى. كذا يمديني اعود. ما ظنيت يمديني اعود. شوف دقيقة. ايش دعوة يبا؟ حطي لك هذه كذا. أنا أذكر في حركة تخليك تسرع. الله. يا سلام على لارا الفاسقة. ما جيت أبداً. لابد أن أبداً. هذه كانت مبخرة. يلا مبخرة عشيش عشيش عصيفير عشيش عصيفير ثاني. طيب وين الحين هوني. حولي. ها وما زال الصوت يقطع. يا رب بالتسجيل مو كذا. ترى لو يطلع بالتسجيل نكبه. شو المقطع ذي؟ حسنا نادية، لقد عدت للمنشأة. انصحيني من أين أبدأ بالبحث؟ حسناً، أولاً أغلفة البذور. الزهور تنمو في الكهوف هناك. لا يوجد ما يكفي منه لتمرضي. يمكنك جمع البعض بأمان. الأكباد أمرها سهل. الغزلان بالأرجاء تتغذى على الورود. سيكون عليك تتبعها فحسب.
أما بالنسبة للمبيد، لدي فكرة عن مكان إيجادك بعضه. علمني جدي قراءة الروسية، وها أنا أراجع بعض السجلات لأعرف مكان تخزينه. سأعلمك حين أجده. حسنا، سأبدأ بجمع بقية الموارد الآن. يلا دخلت نفسي في مهام ما لها أول ولا لها تاني. يلا نتبع الغذاء نشوف وين تتغذى. شوف هناك، لازم اروح هناك. شوف ستوقع، توقع ليه توقع؟ عشان ممكن يطلع لي احد شيء. خذي خذي خذي، هذا الطريقة. هذه العلامات ليست روسية، ربما تحذير. ربما طلعي. صورة عائلية روسية أو سلامتهم. أنا شعلي منهم عائلة روسية، إحنا شعلينا. أنت لقف نشوف الناس وش وضعهم، شعلينا منهم. تبين شيء من هنا؟ بلزمت هذا. لقافة لقافة يا جماعة، سموها سموها لقافة، سموها كل شيء. انت شو تسوي؟ يا لا نشبعت الذئاب. طيب أذبحهم، بذبحهم. صدقني مو من صالحك، صدقني عبد الله، لا تسوي فيها زاحف حبيبي. أول شيء ما له علاقة بالزحف، الدفاع عن الذات، الذات البشرية. أنا بشر ولا ماني بشر؟ بشر. خاصة أنا بشر، هذا أنت قلت أنا بشر، هالذيابة ذي تهاجم البشر ولا ماتوا. شو يعودوا انهم يخافون مني؟ قالوا البشري اقوى منا. طبعا شش الكهف الكهف. مات المسكين قبل لا يدخل الكهف، قبل لا يفكر يدخل الكهف. مات ولا ما مات؟ اي مات. تعال انت الزاحف، هات جلدك، اسلخ الجلد. تعال باقي واحد. مات، باقي الثاني. يا ولما ايش قصدك بالحركة ذي؟ يا ولما انا اضربه بهذه، ما ينفع الخطافة، ما تنفع. ادري انه كان في مرماي بس انا معطيه على جوه. ابيه كذا، انا ابيه يريح تكي بعدين اخش عليه. حبيبي انا الذيب في المنطقة هذه، تقعد تقول لي ذيابة ما ذيابة، انا الذيب، ما عندي ذيابة هنا. انها الورود، نحتاج فقط اغلفة البذور الان. يلا ناخذها. عندهم اغلفة البذور، طلعت. شوف الصدفة. لدي شيء تودين سماعه، سأصلك.
ما زال فريق برافو مفقودا. لم يصلنا منه أي إرسال منذ مكالمة الاستغاثة. سنحتاج إلى إرسال فريق إنقاذ. أنهوا جولتكم حول المنشأة السوفيتية. حاولوا تتبع أثر الساكنة الأصلية. إنها متورطة في اختفاء برافو. نحتاج إلى معلومات أفضل قبل أن نرسل المزيد منكم لهذا المكان. أوليم أيمكنك الذهاب لمكان آمن؟ أنا في مخبأ قديم وقد نصبت فخاخا بالخارج. في أسوأ الحالات ثم تكهف بالأسفل يمكنني استخدامه للهرب، لكن ما زال علي أن أراجع السجلات. راجعيها يا مال العافية. هذا طبيعي بالنسبة لك لارا؟ أنا جدا. لست معتادة على هذا. تعرفين محاولة الناس قتلي. لا أعتقد أنه شيء يمكن الاعتياد عليه. فقط اعتني بنفسك. هي الخوافة نادية. دانيا ولا نادي؟ شوف شو أنا إنسانة يا أخي. يقول لك سدد على البنية الضعيفة. صبر جنود سوفيتيون. حدث شيء فظيع هنا. عطنا الرصاص ورع. عشقي عشقي ماما. متسدحين. يا دوش هذه كسرت الحبال ذي. شنو؟ الله 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 الله. قصدكم هذه؟ قصدكم هذه يعني؟ ترى غثيتونا، ترى والله غثيتوني فيها. خلاص درينا. كم باقي؟ باقي وحدة عشان نصنع الترياق. تمت إتاحة المسدس. الله يسعدكم يا شيخ. مثل ما سعدتوني. ها وش هذا؟ خلاص آخر ترياق. أتوقع خلصنا الترياق صح؟ أيوة. باقي حصد أكباد الآي الآي الآي. صبر. صبور شوية. النية النية النية. طاح قام يزحلق يعني. باقي واحد ثاني. انا اوريك فين هنا. احليلك ترى ينطح بس ما عنده قرون. ما ينفع، لازم واحد ظهر له قرون. احتمال يبوني اذبح واحد له قرون. احتمال يعني مو اكيد. لازم الكبد. لازم يعني بدون الكبد ما ينفع. تلاوي طيب. يقول لا لازم تسبت. يقول تسبت طازج بعد. يا حبيبي ارتاح. هذا توه ترى يمكن عمره صغير بس عادي تسبت حق تتبع. ذلك المركب الكيميائي من ملاحظات جدتي فينوسايزين. أظنني وجدته. لقد خزنوه في المستويات السفلية من الطاحونة النحاسية واستخدموه لردع النمل الأبيض صيفا. أنت واثقة من أنها نفس المادة نادية؟ مؤكد أنها التركيبة الكيميائية التي ذكرتها نادية، لكني لست واثقة من أن شربها أمر آمن. أظننا سنكتشف ذلك. سأذهب إلى هناك الآن. يلا بنروح. أوف ما يمديك من هنا.
تاخذ لك تبت وتروح تاخذ لك عشيب عشان اخر شيء كذا. عشان كذا السالفه يعني ترياق وكبد حالتهم حاله. المزيد من الدعايه، العمل بقوه لمكافحه البرد والجوع. اي والله ناس يا اخي تكافح. خليك مثلهم يا لارا مكافحه. لارا انت بخير؟ نعم انا في قاعده المعمل السوفيتي القديم. اشق طريقي الى مدخل المنجم في اعلى المنشاه، ايمكن ان تلاقيني هناك؟ انا في طريقي لهناك. هذا من يكلمني يقول تعالي لي هناك، اعرف المشكله راح تصير. اعرف في مشكله راح تصير. ياتي اليكم هذا التقرير بعد اكتشاف مذهل في جبال محطه الحريه. طاقم المنجم العميق اكتشف كهفا هائلا مليئا. خلاص انقلع. ما شاء الله في واحد حاط فراشه هنا ونايم معي من الخير. يطيح يطيح يا مال الكسر. يا مال شنو عنده يا مال؟ يدها الكسر. شوف في هذه نسحب هذه. لا أقوى بنت في العالم يا شيخ. ليش الحين شخصية لارا كرافت محبوبة عند الجيمرز؟ لأنها أقوى بنت في العالم. فالعالم يا عبد الله رعد في العالم. شوف شوف. جمع أنت وراك شيء. أنت وراك شيء. وراك شيء. اللعبة شاريها بفلوس، حلل الفلوس هذه. نحت آخر. ما به. خلاص الحين أرجع كذا. الطريق هذا اللي انا فتحته من والله ما في مواجهات اللعبة الى الان، يعني بدون اي مواجهات. جالس افرفر من اليوم، افرفر وادوج. فوق يا حجي ما تشوف انت. شوف 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 والله المكان يخوف، حس حق مواجهات. وراء طيب هنا في حباله. اح والله قوي الحبال هذه. ترى الاسهم ما هي ببلاش ماما زين. الحين بيرتد علي لاني شفت المكان ذا وجاني فضول بشوف وش فيه. اما شوف شوف شفت 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 لوني رايح. عثرت عليه. انني اخلط المكونات الان. اية اخبار عن تلك الدورية؟ التقطت توا ارسالا اخر، انهم يتحركون. اين هم الان؟ انهم لا انهم متجهون نحوك. قد تتمكنين من التسلل لكن فات الاوان. اسفة لارا. اسفة توها تتكلم هذه. ارجع وراك. حمار ما يقدرون يجون، هذا احلى شيء. ارقد يلا تعال تعال يا الطقوع. في الراس واحدة بواحدة، إصابة في الراس. وين الطقوع الثالث؟ وينك يا جبان؟ تحدى هيط 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 كذا. والله النغمة ما طفت، معناته الشبيبة هنا متجمهرين ينتظروني اطلع. شكله واجد هذا يعني زي ما زي ما تقول هذه مقبلات. اب 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 اب
شفتوهم؟ شوف اللي حلط واجد والله واجد. طلع يا كلب كلب. خلوني اكسر الباب ذا، خليهم يقلطون عندي، مو من صالحك ترى. هلا ارحب في الضيفان، يا ود الضيفان واقفين برا. اقلط يا الضيف. الضيف وينه؟ رح والله مع اني ما انصحك. ساندوني هم وينهم اصلا؟ انها مصابه. حيوانات. انت مستعده لتجرب المضاد؟ بجربه. انا لا اتطلع الى هذا. إن نجح سأعد البعض لنفسي وألقاك في الوادي. سأخبرك عندما أصل. وفي يا ولد هذه والله قسم لا كثيرة دي. وش الكثيرة؟ خلوني وش أشوف تحت. أشوف تحت شو فيه. توقع تحت شو جيت تحته. الله يعين، كله تسلق تسلق. عاد غلط، سويت حركة غبية. مفروض اني هذي شلعتها قبل لا اطلع. بعدين اطلع. بطت شبتي الحين بدني اجي. اقفص كما لو كانوا حيوانات. انها هنا غريبه ما جاوا. لا اعتقد ان انا تش على شحم يا شله ترينيتي. جحلط شويه. لا حتى ان كانت لدينا هناك الكثير من الضغاريف الهيكلي بسبب مولوتوف. نعم اول مواجهه كانت في واحد من مولوتوف يا جماعه، ثم سحبوا كل التعليمات، لكن يبدو ان التمرد حدث خلال اسبوع. حدث شيء ما. شدني غشي. ما صنعت مولوتوف انا. فتشوا المكان واخلوه لنتحرك. مهلا، سألقي نظرة. لا تلقي. تعرضوا للهجوم. قهر المولوتوف كان عندك. سقط احد يا ولد غشمان ولا سالفتهم؟ لا يا كلب اللي ما تربيت، اطلع اطلع استناك. اطلع حمار ذا.
مولوتوف. خلاص مولوتوف، هذا اللي كان يصير المفروض من البداية. أحسن، احترقت، تفحم أصلا. طيب الصلاة على النبي، مولوتوف، أخيرا في مولوتوف أصلا. يا أخي يحطونه بنص اللعبة، حطوه من البداية، زيدوا حماسنا يا أخي. يعني مثل هذا، فهمتوا؟ فهمتوا الخطة أنتم؟ هو يعلمك أول مرة، يقول لك ترى هذه قابلة للاشتعال، بعدين عاد يبيك أنت مستقبلا أنت من نفسك تسويها. يعني طيب عبدالله ليه ما يعطينا دائم يعلمنا كذا؟ وشوف ذكائك، شوف هل أنت فعلا راح تسويها بعدين ولا أنك غشيم؟ اختبار غشامة. بس هنا ما فتح شيء. هلا تفتيش تفتيش، خلنا مستغرب من تفتح الدولاب هذا ما يصير شيء. في حاجز ثاني، وينه؟ هنا يا حجي، انت ما تشوف؟ مو هذه الحركة قهرتني. أنا أشغل المولوتوف، أنا أصنع مولوتوف، المفروض ما أصنع. أنا شفت رجال هنا بس طلع ميت. هذا شكل الحرب الباردة صح؟ هلا العيد، وش بغى يصير العيد؟ بغى يصير العيد. خلت كذي، ما ادري انا اروح هناك. هناك توقع انه يعني جرب يا اخي، بشوف في شيء يمكن هنا. ترى انا احب الاستكشاف والاستطلاع، ما احب امشي على طول كذا. لا 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 لا، انزل انزل انزل. شفت لو سحبت عليه، لو رحت يمكن القى لي شيء هنا. عشيش ودرام. شفت انت ما تشوف هناك؟ هناك شوف هناك، هذه يا حبيبي. ايوه السلام، عشان يطيحون صح. شكرا شكرا جزيلا. طيب لا 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 لا، شيك خواف يا ود، اذكر الله يا ود. تصير اشوى، انا عبالي ما تصير. طلعي. ايوه ايوه تعلم. بعدين فوق بس. في شيء هنا، في شيء هنا، في شيء هنا. نظرة سريعة، نظرة خطافية. كنت بترك الحطب هذا ينفعني. هالمعسكر يمكن القى لي معسكر ما فيه حطب، لا الحطب معي. وهنا في شوية صناديق وبس، خلاص اطلع فوق. تقعد تحوس وتجول في المكان ذا ما ينفع. سلم 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 يا الرفلة، يوهو علينا. بعض الألعاب تجلطك، بعض الألعاب على طول. ها؟ مجرم. شوف المجرم. هل هناك أي أثر للهاربين؟ لا أعرف.
لا أرى شيئا. ارتكب. مفهوم. مجرم. ولا كلمة يا مجرم. راح المجرم. نبي الأغراض اللي معه. طيب. ها؟ طيب شو فيها دنقت بعدين أربعة رأسها؟ يا أخي تخوفك ذي غصب. أنت كذا صح والله على عماه. على عماه يا رجال. طيب ليش طلع هنا اكس؟ اوف. تركد تركد. تركد يمكن في شيء يا ولد. تسحب عليه تندم. صح؟ يبونك بس تطالع كذا تشوف الجو تقول الله الجو حلو. لا ما قلنا فيديو. لا يكون يسجل فيديو صور. هاي خلاص. انا ما ابي يسجل من هنا ويسجل من هنا. انا جالس اسجل من قطعه ويسجل بلاي ستيشن. ما ابي. احس ذلني. من اللي ذلك؟ هذاك راعي العتاد المفقود. شلون شفتني؟ شلون يا اخي؟ عطني فرصه. طيب اندس. سود الله وجهي. يا مجرم. شوف الكلب ذا. اطلع اطلع. والله السلاح ذا قوي. طلع يا مجرم. طلع يا كلب. طلع. ايش فيك؟ خفت؟ خفت صح؟ انه يقول يا اخي تباشرون بعض انها مصابة. انها يا اخي كأنه يقول انها تدخن. الله يقطع ام الانفجار. لا تقطينا لا تقطينا. ما يرضى عليك. القها بهدوء. احسن يا جعلها تشتعل فيكم. سود الله وجهك انت وياه. مستحيل اخلصوا. شفت شفت. شفت التعبان اللي هناك. هنا هنا يا حبيبي. ما عندي مزح انا. خلاص تعالجتي. هالخياش ذي. هذا الحطب. احصد احصد احصد. والله انا اشوف المولوتوف طيب اذا حذفت على مجموعه. والله انه طيب زي الشباب. شوف شلون فحمهم على الفحم. رافضة تحذف الحاجة اللي معها. طيب
أنا أظني منطقتهم، ما أظني خلصت إلى الآن، والنغمة إلى الآن أسمعها، أنا جالس أسمعها. تقلت كنا حمقى. حمقى أنتوا حمقى من زمان. دقيقة، ما ظنيت خلصوا، ما ظنيت. عارف أنا الورع أنا اللي هنا كثير. عتاد عتاد مفقود عند الكلب اللي ذلي. خلاص خليه، خذي المولوتوف وامشي. بشوف أقرب واحد بيقابلني في طريقي بحذف عليه. يوم إني حذف عليه ترى حذف عليه حبا فيه، وممكن يفكر إنه كرها فيه. لا والله مو كرها فيك، إلا بالعكس حبا فيك. شعللها معك. والله في حبال ممتد ينزل لين تحت. أنا في مشكلة. مشكلة والله. هناك خبلة خبلة رافلة كل شيء. بس خلاص لارا انت هناك؟ ايه هنا. هذا لا دق علي يعرف انه بيجيب العيد. استطيع الحركة لارا، عليك الخروج. جايكم جيكوب ذا من يكلمك؟ كان من يقول لك تعالي ساعديني. سيكون هذا في غاية السهولة. زين إذا ما يدرون عنك حلو. أعتقد أن الخزانة مذكورة فيه. أحلى وأحلى إذا ما يدرون عنك، عشان تتسلل عليهم. هذه الخزانة فلنفتحها. من معه الشعلة؟ حسنا حسنا، بقيتكم لا تلمسوا أي. وينهم العيال؟ سجلوا أي قطعة أثرية تجدونها. هل كل هذا من المنجم؟ نعم، آخر التقارير تقول إنهم أوقفوا العمليات بمجرد ما وجدوا هذا الموقع. يا سلام، يخيرونك إنه أنت بهذا ولا هذا؟ هذه الأشياء قديمة، الكتابة ليست روسية، هل لديك فكرة عن مصدرها؟ واحد منهم ما مات. مات؟ أي مات. مولوتوفك، مولوتوفك ولع. شباب شباب، والله الشباب ما لهم حس. عيال نبي اشتباكات يا شباب، والله ما حولك احد. الله يستر منهم. انظر حافظوا على اماكنكم. خذي 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 اي شيء لقطي، اي شيء لقطي على طول. احراق ما في. ايش تعرفون اني انا ما اتفاهم؟ ايه حبيبي سوالف ادل عادي ما عندي. ايش الماطور ذا الولد؟ يلزمنا بشيء الماطور هذا. ول ول ول. طب انا الحين وين اسري؟ من هون. تسربات غاز، الله يستر. والله خايف. ولا جاهم شيء. لقد مات. وانت ايضا لقد مت. في الراس في الراس في الراس. الراس يعطيك خبرة دائم. يا راحي طويلة. تعال تعال تبي لك هذه. خذ يا طير شلوى. ول 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 والله تسرب غاز ذا بينكبني ترى. مجرد اني ما اجلس هنا شوي الا انا متوفي. تتوفى تتوفى. مير خلوني اسري اطلع من المكان ذا. لا تقتل لا تقتل. حرام عليك لا تقتل لا تقتل. الحين ما احتاج اضغط مربع من تلقاء نفسه. زين خرب
ولا مات. أنا طلبت به. سبحان الله، بغيت أموت. أضربيه، بغيت أموت إلا شيء بسيط. سبحان الله. طيب طيب، هنا في شيء. البطارية هذه أشيلها دائم، بطارية كأنها بطارية. تصدقون ذا ينفجر يا جماعة، ينفجر. توك تركز انت، ايش ذا الراني انا. الله 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 الله، لا تقدع، قوموا بتغطيتي. انا اوربيك، خذ المولوتوف. الله يحرقكم في نار جهنم، الله يحرقك انت وياه في نار جهنم. لدي تأكيد بصري، اقتلها الآن. حسنا يا سيدي، انتشروا، لقد حاصرناها. اقشر واقشر. سقط رجل، سقط رجل لأنك أنت اللي سقطت. غبي، يقتلون بعضهم بعض. هم يقتلون بعضهم بعض، يحرقون بعضهم، يقتلون بعضهم. أنا مالي دخل، أطالع أتفرج فيهم. ميت طيب، ميت. يوه تحر زين، كفو كفو، تأدب تأدب مع عمتك. ها عمتك لارا. غبي، لا ما انت. يا قهر يا قهر، في اكثر من واحد، ليش يخلوني اواجه واحد واحد؟ فروض مع بعض. ذا الحين مولوتوف مولوتوف مولوتوف، خذي خذي المولوتوف، خذي المولوتوف. واضري من نار فيه. انت وانا الان، يلا اضربه وهو يحترق. غلط والله، حرام يا شيخ. يا احد باقي، يا احد يزعط، ايش عنده القوي يا تزعط عليهم؟ عادي، احس اني اقوى منهم صرت. اولعي مولوتوف يا كلبه. انا ادري اني ادري انكم تقولون انت تسب جد انها كلبه، بس احبها عادي. انت مو مرات تربي لك كلبه وتحبها؟ راح اوقف اي امريكي قل له انت تحب كلبتك يقول لك اموت فيها. وانا كذلك احب كلبتي لارا. انزلي لارا، شطورة لارا، شطورة لارا، الحمد لله. اقعد اقعد يا كلب، وينك كنت من زمان؟ يبدو انها اصبحت عادة ان ننقذ بعضنا. لا والله استهبل. يسعدني انك بخير. اهذا هو طريق الدخول؟ نعم، سيكون المزيد في الداخل، ليس عليك أن تفعلي هذا. لا يمكن التخلص مني بسهولة، ما زلت بحاجة للأجوبة. إذن لا وقت لنضيع. طيب أنا لين هنا.
وراح أوقف، لأن تقريبا لي فوق الساعتين وأنا جالس ألعب، التسجيل عندي ساعتين يقول، فراح أوقف والتكمل إن شاء الله في الحلقات الجاية. لا تنسى من الأزلص اللايك التعليق والشاي، الشاي خلاص تكون أنت خلصت، بس يعني شو اسمه مع كل حلقة، مع بداية كل حلقة لا تنسى الشاي.